اليوم نتحدث عن مقام ثان أو منزل ثان، هو منزل الإرادة أو مقام الإرادة. وقبل أن ندلف إلى معنى الإرادة لا بد أن نذكر بمعنى أساس في حياة المؤمن السائر إلى الله عز وجل في تدينه، وذلك أن العبد السالك إلى الله سبحانه وتعالى سائر في تدينه، ولذلك سماه أهل التربية سابقا بالسالك أو العبد السالك. ولذلك استعمل ابن القيم هذه العبارة فقال: مدارج السالكين، من سلك يسلك أي سلك الطريق، سافر واستعملها راحلا إلى ربه. وهذا المعنى أي كون العبد المؤمن سائرا إلى الله في تدينه وحياته معنى أصيل من معاني العبادة في الإسلام، وذلك بمنطوق القرآن الكريم ومنطوق السنة النبوية. فأما القرآن فمنه على سبيل المثال للحصر قول الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وهذه العبارة التي استعمل فيها اسم الفاعل فاعل كادح إلى ربك كدحا إلى غاية هي فملاقيه، تدل دلالة واضحة على أن الإنسان في حالة سير. الإنسان في الحياة دياله في حالة سير، مشي وقف غادي كادح. والكدح هو السير الشاق، يعني كيمشي ولكن بمشقة، لأنه هو سائر ويحمل في سيره التكاليف، إما له إما غادي يدي بها حسنة الأجر، وإما عليه يعني لا يطبق هذه التكاليف فهو يحمل وزرها إلى يوم القيامة، يحملها وهو سائر أحب أم كره، سائر رغما عنه كل إنسان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. والنبي عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية كثر عنه صلى الله عليه وسلم تنبيه الصحابة والمسلمين بعدهم إلى يوم القيامة أنما المؤمن في هذه الدنيا سائر راحل عابر سبيل، كما في وصيته لأبي ذر: يا أبا ذر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وأيضا في حديثه الثابت عنه في الصحيح عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فهذه الأحاديث وهذه النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله تدل على أن الإنسان غير مخلد في الدنيا، وأنه سائر وليس بواقف ولا ثابت فيها. ما دام كل شيء في بدنك يتحرك، ليس فينا شيء جامد في أبداننا وفي أنفسنا، كل شيء فينا يتغير يتحرك بتحرك الحياة، دورة الدم في عروقنا تتحرك، نبضات القلب تعد علينا يعني كتحسب علينا 1 2 3 4 حتى تسلي، كل شيء فينا يتحرك يجري إلى غايته إلى نهايته، كما تجري النجوم والكواكب في أفلاكها إلى قدرها الذي قدر لها وغايتها التي رسمت لها من لدن العليم الخبير سبحانه وتعالى. ما دام الأمر هكذا فإن المسلم إذن سائر إلى الله، إذا كان عابدا فهو سالك إليه عبر منازل العبادة. يعني الإنسان المسلم حينما يكون ملتزما بدينه حقا فهو إذن يمضي في حياته سيرا إلى الله، لكن ليس عن طريق العصيان بل عن طريق العبادة. واضح أن الدين ديالنا يحدثنا كثيرا على أن الحياة العملية في أعمال الإيمان والإسلام هي حياة سائرة إلى الله عز وجل. وأشهر دلالة في ذلك وعلى ذلك الصلاة. الصلاة ديال الإنسان عملية سفرية فيها سفر، يسافر الإنسان من الدنيا من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، بدءا بتكبيرة الإحرام حيث يودع الإنسان، وهذا المفروض، إذ يرفع يديه حذو منكبيه، يودع كل هموم الدنيا وكل مشاغلها ويستقبل عالم الغيب سيرا إلى الله عز وجل عبر معراج الروح، يترقى رتبة 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 حتى يكون أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد. وفي الحديث الصحيح: وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب هذه العبارة ديال أقرب
تدل على الأقربية، اسم تفضيل، يعني أنه كان في واحد المرحلة قبل منها قريب والآن هو أقرب، وقبل قريب قبل أقرب قريب، وقبل قريب بعيد. إذن قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام كان بعيدا، حينما كبر بدأ يقترب، فإذا ركع صار أكثر اقترابا، ثم يقترب يقترب حتى يكون أقرب ما يكون وهو ساجد. إذن الصلاة هي سير وعملية سفرية يسافر فيها الإنسان، إلا أن هذا السفر سفر من الأدنى إلى الأعلى، معراج، تطلع في الدرج، معراج، تعرج إلى ربك عز وجل بروحك. وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه كما في الحديث الصحيح، ولا يناجي إلا القريب. هذه العبارة النبوية العجيبة، وإن أحدكم إذا صلى يناجي، لأن المناجات لا تصح لغة ولا واقعا إلا بشرطين. وقاش نقول فلان يناجي فلانا؟ النجوى، النجوى لا تكون إلا بين قريبين، ما يمكنش واحد جالس هنا وواحد لهيه في الطرف ديال الجامع كي يرميلوا الكلام ويتسموا يتناجيان، لا، هذه ليست نجوى. النجوى حتى تكون محتك به جنبك لجنبه عاد كتسمى نجوى، يتناجيان. فإذن هذا الاحتكاك، القرب، التقارب، ولله المثل الأعلى، فهو اقتراب بالمعنى، اقتراب الروح من مالك الروح، قرب شديد حتى كان أفضل مراحل الاقتراب وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذن المؤمن إذا صلى يناجي ربه، بمعنى أنه يكون قريبا قريبا جدا من ربه. هذا الشرط الأول ديال المناجاة. الشرط الثاني أنه لا يتناجى إلا حبيبان، ما يمكنش يكونوا جوج مدابزين واخا جالسين متلاصقين واحد حدا واحد وكيتكلموا بشوية ويتسموا يتناجيان. إذا كانوا مدابزين لا، لا يسمى ذلك نجوى، وإنما يتخاصمان، يدبزوا واخا بشوية واخا بسكوات. فمن شرط كون المناجاة مناجاة أن تكون العلاقة الرابطة بين الاثنين المتناجيين القريبين هي علاقة المحبة، وإلا لا يجوز في العربية أن نسمي مثل هذا الكلام مناجاة. خاص تكون أنت وصاحبك أحباب قراب لبعضكم، وكتكلموا باقتراب، تقرب منه وقرب منك، وحديث المحبة بينتكم، فيسمى ذلك مناجاة. وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. فإذن العبادات كلها كالصلاة، صيام صدقة وزكاة وحج وسائر أعمال البر تقرب العبد من ربه، تجعله أقرب فأقرب فأقرب، كلما زاد كلما اقترب إلى أن يكون أقرب ما يكون من ربه. إذن طبيعة الدين الإسلامي هي هذه، سير إلى الله وتقرب. وفي الحديث الصحيح أيضا القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. عبارة التقرب التي تتكرر تؤدي إلى المحبة، يتقرب يتقرب ولا يزال يتقرب إلي حتى أحبه. فالتقرب إذن يوصل إلى المحبة، وبالمحبة تكون المناجاة. وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. غاية العبادة في الإسلام أن ترحل إلى ربك عبر طريق يوصلك إلى المحبة، هذه الغاية ديال العبادة. حقيقة العبادة في صلاتك وصومك وصدقتك وسائر أعمال البر من أعمال الدنيا، لأن المؤمن يمكنه أن يحول كل أعماله الدنيوية إلى عبادات إذا استبطن نية السير إلى الله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات. يمكن للمؤمن أن يعبد الله بتجارته، يمكنه أن يعبده بكل أفعاله الصالحات وبكل تروكه الصالحات. راه مشتهر عند الناس أن العبادة تكون بالأفعال فقط، لا، تكون بالأفعال وتكون بالتروك أيضا. حينما تفعل لله فأنت عابد لله، متقرب إلى الله، سائر إلى الله. وأيضا حينما تترك لله فأنت عابد لله، سائر إلى الله، متقرب لله. ومثال ذلك مثلا، وقد حدث علماء أصول الفقه خاصة عن هذا المعنى فقعدوا قاعدتهم المشهورة، التروك أفعال إن بنيت على المقاصد، التروك أفعال إن بنيت على المقاصد، يعني أن الإنسان من اللي يترك ما يديرش، إذا بنى هذاك الامتناع عن الفعل على نية ديال العبادة يكون كفعل العبادة،
مثلا شخص تقدم إليه خمر فيرفضها يأبى، شي واحد كيعرض عليه شي واحد قنينة ديال الخمر أعز الله مجلسكم، وكيقول له لا اسمح لي، لما يرفض الخمر فهو بين أمرين، جوج الاحتمالات، إما أن يرفضها استشفاء أو طبيعة فلا أجر له، وإما أن يرفضها تحريما فهو كفاعل الخير وأجره ثابت بإذن الله. يعني أنه ممكن عندنا جوج الاحتمالات للذي يترك الحرام، لكي تعرض عليه الحرام ويقول أعوذ بالله، أو يترك الحرام، كانت خمر أو زنا أو سرقة أو غش أو رشوة أو أي شيء، أي نوع من أنواع الحرام، لما يتعرض عليك وتركه إلا أنت ما درتوش فقط لأن الطبيب قال لك ما تشربش الخمر فلا أجر لك، ولكن لا وزر عليك، ما عندك شيء ذنوب، لأنه ما يكون عندك ذنوب حتى تشرب الخمر، أنت ما شربتهاش ولكن ما عندك أجر، لأن النية باش تركت الخمر ليست هي عبادة الله، وإنما تركتها من أجل منفعة بدنك، لكل ما كتضركش ممكن تشربها، الطبيب قال لك لا، لا أقل ولا أكثر. التارك المأجور إنما هو التارك لله، اللي كتعرض عليه الخمر يقول له لا حرام، ماشي لأنه الطبيب قال لي لا، لا لأن الله قال لي لا، فمن ترك لله هو كمن فعل لله سواء، يعني اللي ترك الحرام لله بحال دار صيام أو حج أو عمرة أو زكاة لله. التروك هذا شرح القاعدة التي ذكرت، التروك إن بنيت على المقاصد أفعال، أو التروك كالأفعال إن بنيت على المقاصد، فممكن إذن أن يترك الإنسان الحرام استشفاء كما بينت الآن، قال له الطبيب الله، أو طبيعة، وأعلم أن كثير من الناس يتركون الحرام طبيعة، يعني ماشي لأنه يعبد الله، لا يعني ما يشربش الخمر لأنه ما كيدوقهاش، يجيه مرة ولا حمضة ولا زعيقة لا أقل ولا أكثر، وليكون جيه بنينة يشربها، فإذن هو يتركها لسوء مذاقها وليس لأنها حرام، فهذا لا أجر له أيضا غير مأجور، هذا تركون هو والصفر سواء، هذا الترك هذا بحاله بحال الصفر. أما الترك الذي يترك فيه العبد الفعل لله الواحد القهار فهو عبادة مأجور على فعله. إذن هذا الاستطراد هو لبيان أن المؤمن سائر إلى الله بكل فعله، جميع الأفعال ديالك ممكن أنك توظفها في سيرك إلى الله وتقربك يوما بعد يوم إلى مقام الرضا ومقام الأنس بالله عز وجل. هذا تقديم لمعنى نريده، وذلك هو بيان معنى الإرادة، لأن تحدثنا عن التوبة وقلنا التوبة هي المرحلة الأولى ديال العبد السالك إلى الله، اللي يبغي قبض الطريق ديال الطاعة لله، لأن العبد هو قابض الطريق لله أحب أم كره، يا أيها الإنسان، مش أيها المؤمن أو المسلم، الإنسان كافر أو مسلم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، فإما هذه وإما الأخرى، فأنت تختار بين طريق الطاعة أن تسلك إلى الله عبر مداره السالكين، بين إياك نعبد وإياك نستعين كما عبر ابن القيم رحمه الله، وإما أن تسلك والعياذ بالله ليس بين مدارجي ولكن بين مدارك الشياطين، نجانا الله وإياكم منها، لأن المدارج هي اللي كتطلع، تغدي وتطلع، والمدارك هي أنت غادي وأنت تنزل، نسأل الله العافية، الدرك الأسفل. فإذا من هنا إذن يتبين أن المؤمن حينما يختار أن يسلك إلى الله عبر مدارج الإيمان، عبر معراج الصلاح إلى الله، ينطلق من التوبة، وقد بينا ما يسر الله، ولكن التوبة العبد لا تثبت إلا بشروط. الإنسان باش يتوب ويتبت على التوبة دياله خصو واحد مجموعة من الشروط، هذه الشروط ملخصة، مجموعها ملخص في منزلة يجب أن يحققها مباشرة بعد توبته الكلية أو الجزئية إلى الله عز وجل، منزلة يعني درجة سميتها التوبة، باش تثبت على التوبة زيد درجة ثانية بعدها مباشرة، هي الدرجة ديال الإرادة أو منزلة الإرادة أو مقام الإرادة، سواء كانت توبتك كلية أو جزئية، لأن التوبة فيها جد أنواع، توبة كلية وتوبة جزئية. توبة جزئية من ذنب من الذنوب، فيمكن يكون الإنسان صالح يصلي، يعني خلط عملا صالحا وآخر سيئا فيتوب من السيء، هذه توبة جزئية. وقد تكون التوبة كلية، يعني والعياذ بالله بنادم اللي مفضي في خطرة، لا دين
لا صلاح لا صلاة، يعني كل أمره شر. فحينما يعلن التوبة إلى الله وباب التوبة مفتوح إلى أن يمنعها الله عز وجل مما هو معروف في الحديث، فإذن حينما يتوب الإنسان إلى الله عز وجل يحتاج إلى مثبتات على التوبة، لأن الشيطان لعن الله ما كيخليش التائب يبقى على التوبة دياله. إذا تاب من خمرين لا بد مرة مرة يذكروا بها، ويجيب له الشياطين صحابه يدقوا عليه في الدار، مالك فلان ما بقيتش تجي، ويهديوا ليه الخمر هدية باش يردوه للفساد حتى إذا رجع ولا يخلص كل شيء هو. وهذا كثير في المجتمع نعرفه جميعا، في الخمر وفي الزنا وفي السرقة وفي الفساد وفي سائر أنواع المصائب والموبقات، نجان الله وإياكم وعصمنا وإياكم منها. فإذن باش الإنسان يثبت راسه في طريق الصلاح ينبغي أن يدخل بسرعة مقام الإرادة لتكون توبته توبة نصوحة، ما بقيش يرجع بإذن الله عز وجل إلى طريق الضلال جزئيا أو كليا إلا أن يشاء الله. هذا الإرادة هي التي اشتق منها الصالحون قبله مصطلحا ما يزال مستعملا إلى اليوم، وهو مصطلح المريد. والمريد الذي نتحدث عنه هو المريد الحق، وليس الذي ضل بطرق الضلالات، إنما المريد الذي اتبع الطريقة الحق طريقة الله عز وجل. وذلك قوله عز وجل مما قرئ قبله الآن في كتاب الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الإرادة المطلوبة إنما هي المبنية أساسا على الاستمرار. المشكل الكبير اللي عندنا في الدين أو في التدين، يعني الممارسة الدينية ديالنا احنا، المشكل الكبير اللي عندنا هو الدوام، لأن الدين ديالنا ما فيه حتى شي حاجة ثقيلة إطلاقا. كلما ثقل عليك أمر أو شق عليك أو حارج كانت لك فيه رخصة. ما موجودش في الدين إطلاقا ولا مثال واحد شي نازلة من نوازل تقال على مولاها وربي ما عطاش فيها الرخصة. كل الشدائد كل الضرر كل الحرج مرفوع، وهذا من الكليات ديال الشريعة الإسلامية، من الأصول التعبدية ديالنا. ولكن الصعيب اللي عندنا في الدين هو الدوام على السهلة، حاجة سهلة ولكن فين هي صعيبة؟ صعيبة في الدوام عليها. ولذلك قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. بالغداة والعشي، الغداة الصباح، العشية العشية، وهما رمزان للدلالة على تحول الوقت، لأن يعني عندنا جوج ديال التحولات كبار في 24 ساعة: تحول بروز النهار وتحول غروب النهار وبروز الليل. بالغداة والعشي فهما رمزان إذن على سيرورة الزمان وسيرورة الوقت، رمزان دالان على الدوام والاستمرار. فإذا المشكل هو أن تثبت على هذا اليسير وعلى هذا السهل بالغداة والعشي. كيف تثبت عليه؟ لا يمكن أبدا أن تثبت على هذا السهل القليل إلا إذا كنت مريدا وجه الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ما صفتهم؟ شي الصفة ديالهم؟ يريدون وجهه. وهذا الأمر هو من أعمق معاني العبادة في الإسلام. حينما يريد العبد وجه ربه، ووجه الرب سبحانه وتعالى هو وجه الجمال والجلال والكمال. ومعلوم أنه ثبت في الصحاح أن خير ما يصل إليه العبد في الجنة أن يرى وجه ربه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاد، ما فيها شيء الشرطة، أي طرية نادية بحال هذاك العود الريان اللي كيكون نابت حدا الماء، شجيرة نبتة جنب المجرى ديال الماء الحلو، يكون العود ديالها ريان، خضورة ديالها وارفة، النوارة ديالها زهرة. فتلك نضارة، والوجه الناظر أو الناظر
هو الوجه الطري اللي كيمتلئ بالحيوية والشباب والنور، ولكن هذه الطراوة والنداوة اللي تكون في وجوه الصالحين يوم القيامة ليست ذاتية، ماشي طلعة من الدد ديالهم، لا، ولكن تلك النضارة إنما هي مرآتية، لأن تلك الوجوه النيرة هي كالمرآة. وجه المؤمن يوم القيامة كيكون وجهه بحال المرايا كيضرب فيه النور ديال الله سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى، فيعكس الوجه وجه المؤمن نور ربه، ويكون ناظرا ناظرا بتلك الرؤية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لو لم تكن ناظرة إلى ربها لما نظر وجوه. فهذه النظارة هي بسبب تلك الرؤية السعيدة التي يثبتها في العقيدة أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك في الحديث النبوي الشريف الصحيح المفسر لهذه الآية أنه النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن سوق الجنة، إن في الجنة لسوقا يأتونها، هذا طرف الحديث، بداية ديال الحديث، إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، بما أن الله عز وجل حرم السوق عند النداء يوم الجمعة في الدنيا، في الدنيا حرام بنادم يعقد السوق نهار الجمعة وقت النداء. وقال علماؤنا من المالكية وغيرهم كل بيع عقد بعد النداء فهو باطل يفسخ، أي بيع وشرية تعقدت ولو نكاحا وخز زواج، العدول يعقد زواج وهو كيود النهار الجمعة، فذلك الزواج باطل، ردوا البال فعلا، لا يزوج أحد أحدا ولا واحدة عند النداء يوم الجمعة، فذلك العقد باطل. فإذا كان ذلك كذلك، إذا كان هذا المعنى حاصل، أي عقود البيع والشراء والمناكحات وسائر ذلك باطلة أو فاسدة حسب اختلافات الفقهاء، وفي جميع الأحوال سيئة عمرها ما تكون صالحة، فالله عز وجل عوض للصالحين، عوض لهم جزاء الامتناع ديالهم عن البيع والشراء نهار الجمعة، وجعل لهم في الجنة السوق كينعقد نهار الجمعة، وهذه السوق تعقد في كثبان، يعني في واحد الهضاب فيها يعني العلب أو بحال الجبال ديال الرملة كثبان، ولكن هذه الرمال ماشي رمال حقيقية بل هي رمال من المسك. قال النبي عليه الصلاة والسلام دائما في تتمة الحديث الصحيح: فتهب عليهم ريح الشمال، تجي ريح شمالية تهب، لأن ريح الشمال هي كناية في الدهنية ديال الإنسان العربي على الهواء الطيب، كما نقولوا احنا في المغرب الغربي، الجزيرة العربية يقولوا الريح الشمال، كما نسجتها في المعلقة ديال امرئ القيس: من جنوب وشمالي، الجنوب كتجيب لهم الحر الشوم، والشمال كتجيب باردة مغربية الجزيرة العربية. فتهب عليهم ريح الشمال، ولكن ديال الجنة جايبة الغربي وجايبة الهواء الطيب، فتحثو في وجوههم، كتجي هذه الريح الطيبة وتهز الرملة ديال المسك وترمي على الوجوه ديال الناس الصالحين اللي جالسين في السوق ومنعقدين في السوق، فيزداد أو تزداد وجوههم جمالا وبهاء بنظرها إلى الله أولا، ثم بالريح التي هبت عليهم من لدن الله تهب وتحثو في وجوههم المسك والجمال والبهاء، فيعودون إلى أهلهم، يرجعوا هذا الرجال إلى أزواجهم، فلما يراهم أزواجهم يقولن: والله لقد ازددتم جمالا، يعني اللي دخل الجنة كيكون زين خليقة، لأنه لا يدخل الجنة إلا الشباب، يعني وخا الإنسان يكون مات هارم ربي يبعث شاب إلى الجنة فيكون جميلا، ثم يزداد جمالا، والله لقد ازددتم جمالا. هادوك الناس من الرجال الصالحين اللي كانوا في السوق تهما كيقولوا لنساهم: وأنتن والله لقد ازددتن جمالا، تهما كيتبدلوا عليهم وكيوليوا أكثر جمالا وأحسن بهاء، وهذا كله إنما هو من هذا الخير وهذا الجمال وهذه البركة التي تهب على المؤمن بالرضا الذي يحصل له. إذن نعود إلى ما كنا فيه من أن الإنسان المؤمن الذي يريد وجهه، نرجعوا للآية: يريدون وجهه، الذي أراد وجه الله عرف ما أراد، ومن عرف ما أراد فإنه حينئذ يقصده، ومن عرف ما قصد كما يقولون هان عليه ما وجد.
إذن تبين أن المؤمن ليكون مريدا حقا لوجه الله لا بد وأن يعرف ربه، لأنه ما يمكنش أنت تكون مريد لله وأنت لا تعرف الله، ما يمكنش. ما عمر الإنسان في الطبيعة البشرية اللي فطر الله عليها ما كيبغي واحد الحاجة وما كيعرفهاش، غير ممكن. لا تتعلق المحبة بمجهول، هذا منطق، لا تتعلق المحبة بمجهول. واحد الحاجة ما كتعرفهاش إلى ما كرهتها ما تبغيها، وكيقولوا في القاعدة الإنسان عدو لما يجهل. فليكون المؤمن محبا لله مريدا له لا بد وأن يعرف الله عز وجل. وأن تعرف الله سبحانه وتعالى لا يمكنك أن تعرفه حقيقة إلا بعد أن تذوق من نعمائه وإفضاله وخيراته، لأن معرفة الله إنما تقع بذوق نعمه وإفضاله وإكرامه سبحانه وتعالى. نحن الآن في الدنيا نسير إلى الله عز وجل، إما أننا نعرف ديننا في سيرنا إلى الله عن طريق النصوص الكتاب والسنة العلم، وإما عن طريق التجربة الوجدانية. فأما ما يكون عن طريق النصوص فهو العلم، وأما ما يكون عن طريقة أو طريق التجربة الوجدانية فهو المعرفة. ولذلك فرق من قبل بين العالم والعارف بالله، فليس كل عالم عارفا بالله، وقد يكون العالم عارفا بالله وقد يكون العارف بالله عالما وقد لا يكون. إذن العلم علم النصوص وكيفيات العبادة، العلم واحد الأمور لو واحد الحاجة اللي كان نتعلم بها كيفاش نعبد الله عز وجل بالنصوص والاستدلال والقياسات والأقيسة إلى آخره. أما المعرفة فهي إحساس قلبي، كما في الحديث عرفت فالزم، عرفت فالزم. فالذي عرف أي وجد بذوقه وقلبه معنى رحمة الله ومعنى فضل الله ومعنى كرم الله. فرق بين شخص يعد أسماء الله الحسنى كلها، هذا علم. واحد تقول له ما هي أسماء الله الحسنى، يقول لك الرحمن الرحيم والمالك والقدوس والسلام تيكمل 99. وشخص يدرك هذه الأسماء كيقدر ما يعرضهاش كاملة وما يعرضهاش مرتبة، ولكن يدرك من الرزاق، لأنه من اللي كيجوع ويحس بأنه محتاج إلى الله عز وجل كي يرزقه، ثم يحصل له رزق ويطعم هذا الرزق، يبدأ يأكله ويحس بالنعمة الإلهية، يحس بها في قلبه. فذلك أدرك ما اسم الله الرزاق، حس به، ذاقه، تذوقه، وشعر بالقيمة دياله والمقام ديال الرب الكريم الرزاق سبحانه وتعالى. وبين إنسان مثلا نسولوه نقول له إلى مرض شكون اللي كيداوي، يقول لك الله اللي كيشافي، هذا علم. وبين واحد مرض حقيقة ومشى للطبيب الأول ما أعطاه دواء، مشى للطبيب الثاني ما خرج له طريق، مشى للثالث، مشى للرابع، حتى يأس وقنط، ثم جاءه الفرج من الله وشافاه الشافي الذي لا شفاء إلا شفاؤه. هذا لما تقول له شكون هو الشافي، مش كيقولها لك بلسانه، كيقولها لك بقلبه، لأنه ذاق دوق شكون هو الشافي حقيقة. هذه معرفة عرفت فالزم. والمؤمن مطالب باش يحصل في التدين الأمرين معا، يعرف الله من خلال العلم كتاب السنة شرط أساسي حتى لا يضل في الخرافات والخزعبلات، ثم يضيف إلى ذلك أن يذوق وأن يعرف وأن يسلك إلى ربه وجدانيا، لأن ثمار العلم، ثمر ديال العلم إنما يقع بالقلب، فإن لم يقع بالقلب فلا قيمة له. وذلك قوله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب، قلوب أقفالها. فالتدبر الذي قد يبدو عملية ذهنية إنما قيمته لما يعطي ثمار قلبية، ولا قيمة لتدبر لا يوقد جذوة الإيمان في القلب. كي يولي حينئذ شكل بلا مضمون كالأعراب في إيمانهم، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا مسلمين، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما يعني كتنفي شي حاجة
في الماضي ولكن فيها احتمال يجي هذاك المنفي في المستقبل، يعني هي اللي كنقولها بالدارجة مازال. انتم سلمتوا ولكن مازال ما دخل الإيمان في قلوبكم، ممكن يدخل من بعد ما تذوقوا إلى ذقتوا. والدين الوسط، ونحن أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أن يجمع المؤمن كما عبروا من قبل بين الشريعة والحقيقة. فإنسان اشتغل بالنصوص فقط يتخشب قلبه، وهذه العبارة استعملها شخصيا، يولي القلب ديالو بحال الخشبة، جاف خشن، لأن النصوص بدون تطبيق وجداني وبدون تجربة قلبية لا تعطي شيئا، لا تعطي شيئا. كمثل الحمار يحمل أصفارا، وكثير من الناس حافظين أطنان وقناطير مقنطرة من الكتب لا قيمة لهم ولا وزن لهم في الدين من حيث معاملاتهم. علاش؟ المعاملة منين تجي؟ من لين القلوب، من القلوب الرطبة. لك القلب رطب، معاملة تكون رطبة. فإذا كان يحفظ ويحفظ ويحفظ والقلب خشن متخشب، إذن علمه وبال عليه وحجة عليه لا له. أما إن كان لا يتجاوز ما يحفظ حتى يتذوقه ويعمل به ويصغي إلى خطاب الله فيه، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ويشعر أنه معني في نفسه، راه مقصود هو واحد فرد من أفراد الذين آمنوا، فيستجيب لله، يستجيب لما يحييه إذا دعاه إليه الله ورسوله، فذلك مرجو له أن يجمع بين نصوص الشريعة وحقيقة التدين التي يسلوك القلب إلى الله عز وجل، إرادة الله التي تثبت العبد على توبته لا تكون إلا بتذوق ما الإيمان. الإنسان يتعلم يتذوق الإيمان شكون هو، يتذوقه بمشاهدة آثار رحمة الله في نفسه وفي الخلق وفي الآفاق، فإذا شاهد ذلك ذاقه حقا، وإلى ذاق يحب، لأنك حينما تذوق الشيء تعرفه، وإذا عرفته ووجدت حلاوته أحببته. وحلاوة الإيمان التي يتحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا بعد ذوق. إن الحلاوة شنو هي؟ الحلاوة هي شعور وجداني وتجربة خاصة لا تتعدد. يعني المعنى ديال هذا الكلام أن ما يمكنش شي واحد تعطيه الحلاوة اللي لقيتها أنت في الأمور المادية أو الأمور المعنوية، مستحيل. لابد ليعرف ما الحلو وما درجة الحلو، لابد له من أن يذوقه أيضا. كما أمثل مرارا بمثال، لو أنك أردت أن تشرح ما العسل لشخص لم يذوقه قط في حياته فإنك لن تستطيع. شي واحد إلا بغيت تشرح له العسل شكون هو؟ شي واحد نفرضه عمره ما ذاق العسل، جابته القدرة في شي منطقة الله أعلم به عمره ما ذاقه، وجبته له لده ووريته له في قرعة، ها هو هذا العسل كتولدوا النحلة ورحلوا شرح التتعية، ما غاديش يعرف اطلاقا، ما يعرفوش، يعرفوا في حالة واحدة، نهار تعطيه واحد المعلقة ويذوق، لما يذوق غادي يعرف العسل شكون هو. قبل أن يذوقه يستحيل، استحالة مطلقة أن يعرف ما العسل وسائر الأمور الذوقية، حلاوة والملوحة وكل الذوقيات ما يعرفهاش إلا بعد ذوقها، نسميتها الذوق. من هنا قالوا إن الذوق تجربة فردية، يعني لا تتعدد، ما يمكنش نشرح لك الذوق ما هو. كما قال الغزالي رحمه الله: فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر، في إشارته اللطيفة، يعني يتحدث عن تجربته الدينية الوجدانية، كيقول لك هذه الأمور ما لا يمكن نشرحها، والذي يمكن هو شرح الطريق إليها، كيفاش تدير باش تذوق، لا أقل ولا أكثر. أما أن يعطيك الثمرة مستحيل، سير أنت بيدك قطف الثمرة، بكي على مولاك وتوب إلى مولاك، وحاول أن تتذوق نعماء مولاك في نفسك وفي الحياة، وبعد ذلك تدرك ما أسماء الله الحسنى، ما الرحمن وما الرحيم وما الملك وما القدوس وما السلام وما المؤمن إلى آخر الأسماء، غادي تدركها إدراك وجداني، لأن الدين ديالنا هكا داير، هكذا طبيعته في الدنيا وفي الآخرة. الدين تجربة فردية قبل أن يكون جماعية، فردية أولا ثم جماعية ثانيا، ولكن فردية بالأساس كالموت، كما قلت من قبل لا يمكن أن يموت الناس بصورة واحدة،
لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم كل نفس ذائقة الموت، ذائقة. فما دام أن الموت ذوق فلا يتعدد، وعمر شي واحد ما يقدر يقول لك هاكي درت مت، مستحيل. ولا شي واحد يعرف الآخر صاحبه وخامته بجوج كيفاش دار هذاك مات وكيفاش دار هذاك مات، ولو كانت الوسيلة واحدة وخامته بطريقة واحدة. كل واحد واش دار الله عز وجل في موته، الله أعلم بسكرته، ما حجمها وما شكلها وما حرها، الله أعلم بما وجد، لأن الموت وجد، في حاجة كتلقى وتحس بالإحساس. فرب ميت في موته وهو كيموت يجد ريح الجنة، كما قال الصحابي أخبر رسول الله أني أجد ريح الجنة، تضرب في الجهاد صحابي جليل وهو كيموت مازال ما كملت الموت ديالو، كيقول لصاحبه سير خبر سيد النبي صلى الله عليه وسلم قل له راني كان نشم الريحة ديال الجنة، إني أجد ريح الجنة. ورب شخص وجد غيرها نسأل الله العافية من غيرها. من هنا إذن نخلص إلى خلاصة الكلام، وذلك أن أساس الإرادة أن تعرف، وأساس المعرفة أن تذوق. إذا ذقت أحببت، لأنك حينما تذوق نعماء ربك تحب ربك، لأنه يحبب خلقه إليه بنعمائه القابلة للذوق. وحينئذ إذا أحب الإنسان ملأ قلبه الشوق إلى مولاه، فيسلك إليه ذللا فرحا مسرورا، يجد شوقا يحدوه إليه، لا يجد في ذلك مللا ولا سأما، فيثبت بإذن الله عز وجل على طريق الله مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نفصل هذا بعد بحول الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين وعلى آله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم سائر المسلمين.